بسم الله الرحمن الرحيم. البيع بحث معنا بحث لمعاملات كيف يكلوانا بيع. بيع لغة مقابلة شيء بشيء برابري اشتك بشتكي كوا اشتلا برابري اشتك وبفرشتي وبسندري. شرعانش عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأديدي. عقد معاوزيه مالية يعني بخشينو نزرو أمانانية عقد عوزيشي تدايا چون أوشتا داميشتا كدا ماليشة أم عقد أو فايدة بإما أدا كسيك بيت مالكي عينك وي فايدة ملكية عينك أدا وي يا منفعتك بلام لسر همي شيء أبديت أم إيجارني بلاي بما وي صالك و دو صال بيان بروشتا كيف يدابو هميشا هناك دا عمرسي أبديتي تيدايا رسا برايين كالي ملكي عين ديوال لقل أو منفعت على التأبيدي بو أو ويوتوك إيجار خات أو لاو رسا شون إيجارة على التأبيد نية فايدة منفعة من تو مالي بطرف انتفاع كي بيكا بهر كي بيورا قري استفادة كي ليكا وليه مشي نية مدتك فايكاني بيع أركاني بيع سيانا عاقدان دودان عقد كركا إيكي كيان فروشان دايا بايا عبيان مشتريا خريده معقود عليه أوشتكا قري لسرددري وای اوشته کجی لسرد دری دوشته یکی ثمنکه یا قیمتکه یکی مثمنکه یا قیمت لسردان در واقعی اوشته واقع قیمتکی ولادنی مبیعکه صیغه یکی شیگرکه صیغه که عبارت لایجاب لطرفی بایعو قبول لطرفی مشتریو درست برایم پس امانه پای ورکان بیع شروط عاقدين شوار شرطي جرك هيك اطلاق التصرفي تصرفي مطلق يعني هبي منال نبي شيت نبي برد نبي محجور عليه نبي او انك تصرفي مطلق يعني وعدم الاكراه بغير حق بنا حق بزور اشتكل بينكر به وانيه يعني بزور بيد بيجي شيء او اشتبه فروش ولي اگر بحق بيبكي درسه وكوا من طول وابلايتو تو حاضرني بيتو قازيتي بزور ماشينك تفروشي او درس او اكراهي بحق واسلام من يشترى له نحو مصحف او كسشك اشتيكي وكو قران وبخاري ومسلم او شتاني بوذكر دريدا بمسلمان بي او شتي شون دروسنيه قران بفروشي مثلا بكابرايكي كافر اهانتي بيها درست نیه کتابی کی سنت کتابی کی فقهی اسلامی بفروشی با کبرایی کی بیدین ملحد شون ای با اینی بیاده خرابی بیاده او مسلم او مرتد لا يعتق عليه یا برده کی مسلمان وای یا مرتد کل سر فردک آزاد نبی او جایز نیه شون تو اگر کافره مسلمانی کی پی بفروشی زلیلی اگه وای ولی اگر کسی کی پی بفروشی خزمی خوی به مسلمان به و کو باو کی خوی پی بفروشی تو ابی شون ممحز یا وکری آزاده بی ایشی یا کری خوی پی بفروشی تو و عدم حرابت من یشترا له عده حرب وای او کسک امکانات الشر پی افروش ری وكو كرسو كلوبالي شريبي أفروش دي عليه شر نبي عدم حرابة من يشترى له عدة حرب شر نبي أو كسك إمكاناتو كرسي شريبي أفروش دي لوقت يكابيك شرك وجودي نبي أنا تشر بلبيني إسلام وكفر أبي كلاش داواي كلاشين كفكا بي بفروشي داواي قمكا بي بفروشي دي بمسلمان كشتني با أبي الشر وجودي نبي
بنسبتي كسك ام كافر او امكاناتي جنيب سيني او شيء. شروط المعقود عليه، شروط معقود عليه شبينجن، يعني اوشتك دفرشتي مبيعك كونه طاهرا بشتكي باق بسق نبي براز نبي شراب نبي، وهي يمكن تطهيره بالغسل يا بكري بشوردن باكي بكيتو اقرا الان بيزبوه، كونه نافعا شتكي بكالغ بي ترسى بس بيجي او سوسكم بيفروشتي او زردوالم بيفروشتي نبي، هروها كونه مقدورا على تسلمه بكري فردي خريدار وري بكري يجي او كواب وعسمان وبين فروشتي بامكاني تسلمك اني يعني قدرتي اني تحويلي بكري توش قدرتي اني تحويلي بدي. وولاية للبائع عليه فروشا دكا دا صلاتي هبي بسري دا ترسى انا اقر دا صلاتي نبي بسريا وكويتو بيجي بمن او ساو غوشي تو ما فروشت دي تو يفروشن دا ولايات اثنية لسا غوشي اكيمن ابي تبيع الفزولي يعني فروشتني كسك حقي او نبوه او جائزني. وعلم للعاقدين به بائع مشتري هر دوكيان علم يعني هبه بوشتك قرار خريد وفروش بكري انا تو بيجي او ناو ساشتاكم في فروشتي منيش بلام دا وقت منيش اوشتم قبول كرده ابي اشتيوه نما نزانم چیه نتوش زانی چیه ایسا عینن اگر ذاتی اگر بیابی بزانین چیه یخچال اگر گوشی اگر و قدران اندازکی چنه اگر مثل یک دانه یا دو دانه یا سه دانه درسته؟ و صفتن صفتکی چونه؟ یعنی مثلا شتیکی گوره شتیکی چکوله شتیکی دشته شتیکی ورده ابي اوشتان هميان بزندري كارخانه كي خصوصياته كي مفهوم ابراهيمن ده اذا ما يبدا شروط صيغه البيع شن شرائطك علماء بعنوان شرائط صيغه البيع مطرح لان كردون ايه سنزه دانه صيغه البيع سنزه شرطه يكي ألا يتخلل بين الإجاب والقبول كلام أجنبي لبين إجاب وقبول قصي بيقانا ما ترحنا به وقت أبوتم أو كتاب ما بيفروشتي توجو تبيت تقبول مكر أنا بشين أنا وبعثي كيتر ودورني وساعاتي بيشو بيتوج بيجي أو قبول مكر نابي صحيح كي غير مرتبط هاتبتنا أو بينه وألا يتخلل بينهما سكوت طويل سكوت كي دريجيش نكبت بينيان من بلا موافقتم فروش توش دور پنج دقيقة جاب لي قبولهم كرت دين أبي واه الحرام يا حرالن دانا مرزي دانا مرزي وأن يتوافق في المعنى أبي لجهتي معناه متفق من مثلا من نموت وبيتم فروش بدولار توش بيجي قبولهم كرت بدولار أو معناه يعني هيك وعدم التعليق نيبسن بشتاك ومن بلا أجر زيد هات وبيتم فروشت توش بلي ده اگر زيد هات وقبولهم كرت نبي شون خريد وفروش تعليق بزير نيه. وعدم التأكيد نابك هاد داريكا بلا اوابيتم فروش بمانيه ده نابشتوا بتولي مانيكا وألا يتغير الأول قبل الثاني درسة وأشي أولا منك يعني إجابك بيش لدو منك كقبولك يتغيرنك تغيرنك بأن يصير البادي على ما أتى به من الإجاب والقبول فلو وجب مثلا كابرا بيتم فروشت بقرس يا بشرت يا بتوانم بشيمان وبم هشتا أو نيوتو قبولم كرد أولا منك تغيرك بيجي نا 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 بيتم فروشت بحاضر نا بيشتي واجب هش تا دوامين هیچی نوتوه اول تغییری اده نبی اواجبه لأول اشته کی بوتوه هش تا او دنی نکل وام دستکا با گرانکاری لفزکه خوش اوش دانه مرزه وان یتلفظ بحیثو یسمعه من بقربه ابه بایع جور تلفظ بکا اوانه هن لنزیکی و دنی ببیسن مثلا اوانه که لگلی خوش اوانه بیتم فروشت نبی اواجبه
في أوانهن لو دورو براد دني أو ترفا دبيس كبلا أواتي تنفرشت وبقاء الأهلية إلى وجود الشق الآخر حتى أولا تكيشي بيداد بك جواب طرفك أم أهلية مني أنا غربتي أواتي تنفرشت فوري شيد بو إيش تعاوني وتوقبولهم كر فوري شيد بو ما ملك دانا مرزي يا بهوش كوتو داراو دانا مرزي يا قاضي لو بوتي فوري أو حجر منا سرت أبيش إيش تاني وتوقبولهم كر أو ما ملك دانا مرزي لو لحظة شون بيش لا بوجود هاتني أو شقك أو لاك أم أهليتي لذاز داو مفهومة والخطاب يكيت الله شرايط كاني أويا بيع روتيا كردني تيب دعبي مثلا بلا بيعتوك بيعتم فروشت أوا خطابي كي تيب دعبي وأن يتم المخاطب مخاطبكش كفرد بيفروش راوكي خطاب لك راوك أبيش بالتوابي بلا بلا قابل تو أبيش توابيك رسا أري وأن يذكر مبتدي الثمن مبتدي يعني بايعك وكلا أولا دس بيك يشي ناوي قيمتك أبا بلا بيتن فروش باونا بول أها باونا بول وأن يضيف البيع لجملته يشي بايعك با همویو نسبت به نل پیتون فروشت لتهی پیتون فروشتی کهی درسته و آن یقصد لفظ لی معناو شی قصدی شی قصدی لفظ کب کابو معناک نل منظورم به بیعتو کشته کی تربو یا بخشین بو یا ولی ام لفظ کبو او معنا دان راو منی شر قصدم فی آواه لفظ کبو معناک قصد که نقبي شيء مثلا ام لفظه لدوم درس هو مرادم هيش معناه يك نبو يا منظورم في معناه يكي تربوه نبي او ايش بيه مفهومه صورتي بع ان يقول زيد لعمرين او يا مثلا زيد علي بعمر بعتك هذه الدار بألف دينار امس اختمان ما بهزار دينار فروشته عمري شلخ قبل قبولهم انا صورتك هيدي باشيان الربا ما يشبه سيسوكا ربا لغة بمعنى زيادة شرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد عقدك لسر عوزك تايبات بلام مثليتي المشخصنية لميزان شرعته أم دوشتا معلومني ليكشن ياليك نشن أما تنكي يقنم أويش تنكي يقنم تماثلك واضحني ايا وكو يقدرشن لكيلوا وكو يقدرشن لقوار وحجما وكو يقدرشن لاندازا وكو يقدرشن لدانا يا بولك اي بولك يتر هر بوجوده تماثلك يعني بميزان الشريعات هاو مثليتك يعني واضح نبي وايه لحالة عقدك يا او مع تأخير في البدلين اما لي بيتن فروش من سبيني تحويلته اما بيش الله منيش قبولهم كر سبيني تحويلته عليكم السلام ورحمة الله لا تحويل داني بدلك انا تاخيرك يا ايكي كيان الا من اسهنا كيتو بولاكيتو ورغر من سبيني دولارك بيد تاخيرك ليكي كيان اي لهردو كيان اي او شر لي مفهومه حكم الربا واوشتانشك وما لا يكون الا في اوشتانشك فقط الربا لبداهيه الا حكم الربا حرام بونه اسلام الربا وكو حرام اعلام كذوه فأذنوا بحرب من الله ورسوله إعلام الشر يكي العلماء عليه لدواء الشرك قناه نية بقى الربا خطر به شون أو حكمك لسر الربا ترتيب دراوة لسر هيج توانيكي ترتيب ندراوة الله لا قيامة أخوائي قراء صلاحية أبدا سي الربا خورا كانوا الله هذا السنجر بقرن بخوا في قمر يعني بو هني خيال رسا من لجيك ابيني وانا زانم فلن كبرك يجب امام احمد من طلاق مخوردو ولا شراب بيسرني مراجعهم كلوه بملاكان علماء يسر لما هموت وانا طلاق نكوت وشن للشراب بيسرني
أبي شالي لين بخاينا بقى يمشوا سيري قرآن بك. إمام أحمد وشو سيري قرآن كا بياني الله بك برا طلاق كانت كوتوا الله بو الله شون إعلامي شر خواب وشرابي نكردوه والرباي كردوه كوابي أم بيسا له كوابي تو طلاق كانت كوتوه هو إيش قصيك خوشي فقهية وانية يتر إما وام بقرز ألين خو قرار نية همو وام الربابي تفسير الرباب بسود تفسيره كي غلط شون سود يعني خير وقازنش الربا شتكي مخصوصة لدينا حرام بونك مجمع عليه يعني يك دان زاناي إسلامي بكل فرق إسلامي ونبوة ولا الربا حرام اگر اختلافی پیش آت بیل لم استاق کنه پیش آت و یعنی هیوا بو و توی زیم من مندرج نیه لج ریبا ده من بر ریبای نازنم نکر ریبای و حرام نیه یعنی طبقی تعریف ابر ریبا کرا و من وازنم او جزیات نیه شاملی ام قسمت نابی مثلا این سهن لم سردمی خوانا کسانی که الان 2% و 3% اما نتوانی نه ریبای لینی یشین دلیل تان شیاله آخر پولی ایران همون روزه آرخه. تو بر رو عربستان باوی که من 6 سال ما پیش حاجی کردو نوشابه ریالون واحدون و ایسه چی تو هر ریالون واحد. بعضی کیش بون لفقها و توی آن لطلا و نقرده ریبا تصوری اکری. بون کسانی کیوا. الان لناو فلوسو پاران یا جون فلوسو پاره پارهایی که ساختگین لحظهین تین و ارون و هر وقت حسدامو تی دینار باطلا باطلا و ولی طلاکی باطلا یکاتو بعضی لفقهایش موضعگیری شدید یعن که ولی برابری او خوله الان او قصه حرف رهی چو بوچه چون امروز سکه جگه طلاعی گرتو تو طلا بسکه خرید و فروش کری یعنی با پول خرید و فروش کری بمعنية وساء بو تجايقزيني أصلي أو تفرعي أم قصيش قبيه يعني حتى أوان ألين لناو السفتاء لناو تشكا لناو كل أو كاغذ وتيكا بارانا اعتبارك قانونيا بياكرد وبو خريد وفروشو اعتبارات السيقة الجزاري وما نرى الكل هي نحر زي المجموعة الرباية أري والله بلا بلا على كل المشكلة الشيء يا خريد وفروش نكرين يا بجوري او شرع وتويسي سي شرطه كما حقق بيت يا ابو الربا النبي بس حكمي حرام بونه ولا يكون الا في بيع النقدين بعضهما ببعض وعلى الربا نبي الا لخريد وفروش دو نقدك نبي بيكترين بيان فروشي تو طلاب نقره نقره بطلا يا نقره بنقره يا طلا بطلا واخويا بنيابه غيري اخويا بن اما لو دوانا ومطعومات الآدمي أو عنيك جزء خوراكي جاتن بو بشر يعني لنا وعال في حيوانات الربا ومبا وجودينيه بناخد اي فروشي بجنسي خوي فروشي تو بزياد وكم اي فروشي تو بتأخير اي فروشي دير تحويل يدي دير بولاك يدي وانا يجنين خوراكي انسان برين جاقريتو مثلا حتى او دارو شاقريتو دارو دارو وقت اقد دارو بدارو بيبه في المجلس تحرر البدرين اگر دارو بقول بيبي في المجلس تحرر البدرين حتى دارو لو كتبانا على حتى ما يدعوا به يعني اوشتانش كان بو انسان وكو دارو استفاده عن لأكري اوش ابي شرائطي خريد وفروشك تعقق بيبكا وإلا بتربة درسة جان اذا نقصت شروط ولا بزمان الشرط صحتكي كم بيد جارباك يعني اگر تو برنج بيبي برنج في المجلس بي يدن بي يد بي تماسل بي تشكالك درسة يا اگر مثلا برنج بجو بي اتواني تفاضلي شي تيابي تنكا يا برنج بي پنج تنكا جو ورگري او خيناك شون غيري جنسي خويتي اري او اشكالي على شروط صحة بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم شروط صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمطعوم بجنسه زيادة على شروط البيع المارة ثلاثة شرط أوك طلاب طلا نقرب نقرة خراق بجنسي خوي زيادة لو شراتيك جزراء
سشر تريجا يا جرك يجي كان الحلول أبي هردو كان فوري تحويل بدرين زماني تدان به يجي كان التقابل في مجلس العقد هر لبونكا هردو كان وربي جبرين أم مثلا طول بدا أويش طلاقي بدا هل الطلاق روش يقع والتماثل هذا قرار يجبين بنا به لا يكش درس برأينا بها ومثليات الشيان بي وشروط صحة بيع الذهب ولا طلاب نقرة نقرة بطلاق خراق بغير جنسي خيوكو قنم بجو جو بقنم لخو دوانة فقط حلول تقابلك بس التماثل يقرأكنا هلو دوانة بس سورة الربا سورة الربا ويا زيد بلي بعمر او انگشتر طلام فروش بدو قاتی خوی وزن لطلا درسته؟ او انگشتر که طلای بضعفی خوی یعنی بدو برابری خوی وزنی طلا امریش بله قبولم که اما صورت ربایه درسته برایدین؟ یا بله او بارگنمم فروش بتو بدو بارگنم زراد که دار ببو ماوی منگه امریش بله خبر یعنی من عیسی شتکه ور اگرم لتو تو دو مانگتر یا عیسی تو گنمکه و من دو مانگتر جوکت پیادم درسته؟ عیسی من گنمکت پیادم تو دو مانگتر جوکت پیادم اوش صورتی یا بله او بارگنمم فروشت با تو هر باو بارگنمه امریش بله قبولم کرد و هیچ تاوریان نگرت به مجلسه که بجه بیارم تقابلی نبی درسته؟ أوش دوباره كثيرا لسورة كاني ربا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أجمعين أما بحثك السنين نانا هرم بحثة إسخون يعني احتياجي هي بغوكا إن شاء الله